أهانت علي فيصل العكراوي وسط انعطاف جديد في المشهد السياسي. المراقبون يؤكدون أن القوى الثورية باتت جاهزة للدخول في المرحلة الثالثة من نشأتها، وتحديدا لجهة التأثير المباشر في تشكيل المسار السياسي العام للبلاد. حددت أم الشهيد علي فيصل المانع الأصلي للثورة، وقالت كلمتها: بلا تورية أو تردد في اختيار لغة الخطاب. وما أقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل، والله يتقبل مني هذا القربان. وأقسم لكم يا شعب البحرين، يا أطهر شعب على وجود هذه الأرض، إن اللي عطيته هذا اليوم يوم الجمعة، وهو حسيب ورقيب وأعلم ما في الضمير، قليل 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 ما عطيتش يا بحرين. في الاتجاه ذاته، أعطى الحضور القيادي لآباء الشهداء ضمانا استراتيجيا للثورة، وبموازاة الضمان الآخر الذي يمثل ملف المعتقلين وخاصة القادة منهم. يذهب المطلعون إلى أن الثورة استطاعت امتصاص أكثر من تحد بفضل هاتين الضمانتين، لا سيما وأن ملفي الشهداء والمعتقلين يتصلان بجوهر التفاوض السياسي. ومن غير الممكن كما يقول معارضون الدخول في أي تدوير سياسي بمعزل عن الكلمة المفتاح لعوائل الشهداء والكلمة النهائية لقادة الثورة المعتقلين. في هذا الاتجاه يأتي تصاعد الثورة ميدانيا واتساع حضورها الجغرافي والعملياتي ليؤكد رسوخ الخيار الثوري والاحتضان الشعبي لهذا الخيار، وهي قاعدة يذهب محللون إلى أنها مهيئة لكي تفرض الثورة قاموسها السياسي غير المهادن على كل خيارات التسوية والتصالح مع النظام الخليفي.